بين احدى المعارض اللي كتقدموا غرفه الصناعه التقليديه لجهه سوس ماسة دائما بتنسيق مع عماله اقليم ترودانت وبشراكه مع المجلس الجماعي لمدينه ترودانت. طبعا واللي تختار ليه الشعار منتجة صناعة تقليدية تراث أصيل في خدمة التنمية المستدامة. إذا نرحب بالسيد عمل إقليم ترودانت وكذلك الوفد المرافق له سيد الحسين أبزل. نرحب كذلك بالسيد رئيس المجلس الإقليمي. نرحب بالسيد نائب رئيس المجلس الجماعي لجماعة ترودانت. نرحب بجميع أعضاء غرفة الصناعة التقليدية. نرحب كذلك بنواب البرلمانيين اللي حاضرين معنا. نرحب كذلك بجميع رؤساء المصانع الخارجية والعسكرية والمدنية. نالله الوطن الملك. سعداء جدا بكل من حضر. مرحبا والف مرحبا. نرحب كذلك بسيد رئيس مجلس الجهه ونرحب بالجميع. اذا طبعا اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله هي كلمه افتتاحيه وغادي نادي على السيد رئيس غرفه الصناعه التقليديه لجهه سوس ماسة سيد عبد الحق ارخوي. يتفضل مشكور. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم ترودانت السيد نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة السيد نائب رئيس المجلس الاقليمي السيد نائب رئيس جماعة ترودانت السيد رئيس المجلس العلمي الجهوي السادة المصالح الخارجية والداخلية السيدات والسادة الحضور المنتخبين السادة وسائل الاعلام صانعات الصناعة التقليدية باسم أعضاء الغرفة ومرتفقيها والصانعات والصناع التقليديين بجهة سوس ماسة نشكر السيد عامل الإقليم ترودانت على افتتاحه هذا المعرض الإقليمي المعرض الذي ينظم بشراكة مع مجلس الجهة وكذلك الجماعة الترابية لترودانت وكذلك تنسيق مع جميع السلطات وعلى رأسها السيد العامل الذي نشكره على دعمه اللامشروط للصانعات والصناع التقليديين. وهذا الدعم نلمسه نحن كممثلين ديال الصناع التقليديين من خلال الإبداعات التي ينتجها هؤلاء الصناع. الأروقة فيها عارضات وعارضين على مستوى إقليم ترودانت الذين يعرضون إبداعات جد متنوعة ومتطورة. مرة أخرى أطلب منكم تصفيق على السيد العامل لما يقدم وللصانعات والصناع التقليديين على مستوى إقليم ترودانت خصوصا بدعمهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مجموعة من الورشات مجموعة من الفاعلين في القطاع ما فاتئوا يجتهدون ويقدمون الكثير ونحن كغرفة الصناعة التقليدية مع الشركاء ديالنا الوزارة الوصية بالمناسبة كنشكر المدير الإقليمي للصناعة التقليدية على المجهودات التي يبذلها في قطاع الصناعة التقليدية على مستوى إقليم ترودانت. نحن نشتغل مع شركائنا على مجموعة من المحاور منها التسويق كهذه النافذة التسويقية ديال المعارض الإقليمية اليوم المعرض الإقليمي السادس اللي كيتواجد الآن في ترودانت وكذلك التكوين والتكوين المستمر والدعم التقني وكذلك التمويل في مجالات مختلفة لقطاع الصناعة التقليدية. إذا أشكر الجميع وأشكر السيد العامل وجميع الوفد المرافق له لحضورهم فعالية هذا الافتتاح ونتمنى معرضا جد متنوع إن شاء الله للصانعات والصناع التقليديين على مستوى إقليم ترودانت وشكرا.